السلام عليكم، مرحبا فيكم في فيديو جديد في لعبة Getting Over It. قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ويلا Let's go. طبعا الآن نزلت إضافة Elden Ring، وأنا بعد ما صورت كأني فيديوهين أو ثلاثة فيديوهات في هذه اللعبة أخذت بريك وقعدت ألعب Elden Ring شوي، والآن قلت برجع وبصور فيديو وبشوف هل نقدر نتعدى هالمصيبة اللي قدامنا. وصلنا هنا طبعا، وفي الفيديو الأخير ما قدرت إني أتعدى هالمكان، فخلونا نحاول هالمرة إن نتعدى هالمكان. أنا نسيت كل شيء تقريبا. على بدايتها ها؟ لا يا حماري، لا يا حمار، أيوة كده يا حمار، صير كده. أيوة. كل شيء إلا إنك تطيح من إلى البداية. شوي هدي 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 حبيبي. أوف. In this context, it's tempting to make friendly content that's gentle, that lets you churn through it but not earn it. لا لا يا حمار. Why make something demanding if it just gets piled up in the landfill, filed in with the bland things? اوكي عرفنا كيف نروح الان. اوكي بسم الله. لا يا حمار. Do not stand at my grave and cry. I won. Oh, no. أيوة رجعنا مرة ثانية. كيف انزل انا الحين؟ To live is to suffer. طم. To survive is to find some meaning in the suffering. Friedrich Nietzsche. You can hit the escape key if you need to change the mouse sensitivity. Shut the f- انا بعرف هالبيت ما كان مشكلة بداية اللعبة، ليش صاير مشكلة الحين؟ لا طحت يصير مشكلة. واو اوكي وصلنا هنا الان. سينا كيف هذا المكان عله بعد يا حمار. ليش ما مساك؟ يا الله. اوكي اركب اركب. هذا الناقص بعد. اوكي اوكي لا 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 يا حمار يا حمار يا حمار هدي
ورجعنا للمكان الخايس محاولة واحدة ما ركبت الفيديو بوقف. Alright, نعطيها محاولة واحدة. هوب. معليش محاولة ثانية. هوب. هوب. سلامات ليش زلحت كده؟ هوب. ايوه يا حمار اخر محاوله ايوه قبل الكوره الكوره قلنا ايوه 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 ايوه, أيوة. يا بقره ايوه ايوه امسك ايوه نايس انزل كيف اوصل هنا انا Sorrow is my own yard where the new grass flames okay. as it has flamed often before انطم. but not with the cold fire that انطم. closes okay. around me بما اني تحديت هالمرة اوكي كارلوس ممتاز ان شاء الله الفيديو الجاي نعدها الحين بوقف تعبت بس مرحلة واحدة اخذت كل طاقتي عشان اتعداها اتمنى الفيديو عجبكم لو عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ان شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي مع السلامة